السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. بكرة وقفة عرفات، أو على حسب ما الفيديو يتبلش هيكون بكرة أو النهاردة. المهم يتعاد عليكم بكل خير وسعادة. أنا جايبة لكم وصفة النهاردة بتقوي المفاصل، مضرة للبول، بتعالج الالتهابات، جميلة جدا. بس في حديث جميل قريته وحبيت إن أنا أقوله لكم. بشارة لمن كبر وهلل في العشرة من ذي الحجة. بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حج أو كبر أو هلل في العشرة من ذي الحجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا وبشر، ولا كبر مكبر قط إلا وبشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة أجمعين يا رب العالمين، وتقبل ربنا مننا كل حاجة وطاعتنا وكل حاجة بنعملها. النهاردة هنتكلم على منقوع لبان الذكر. هو حاجة جميلة جدا جدا، طريقته سهلة جدا جدا. أنا بنقع لبان الذكر اهوت زي ما احنا شايفينه اهو، بيبقى الحبوب بتاعته زي ما هو واضح في الكاميرا كده، ماشي. بنقعه في كوباية مية، دي كوباية مية سبتها فيه من بالليل، لونها يعني هو شبيه بلون اللبن بس ايه مصفر سنة صنانة كده، يمكن الإضاءة مش موضحة شوية. ومنقوع لبان الذكر دوت احنا ممكن نستخدمه كدهان لأماكن معينة للبشرة لأي حاجة، أو ممكن إن هو يتشرب ليه كده فوايد وكده فوايد. وهو رخيص أصلا مش غالي، وفوايده كتيرة جدا جدا. هو بيقوي وبيعزز البشرة وبيساعد على توحيد لونها، الإكزيما، في ناس بتعاني من الإكزيما طول فترة الصيف بيبقى عندها مشاكل في الإكزيما، ده بيعالج الإكزيما بجميع حالاتها، بيحافظ على البشرة مشدودة وناعمة. هو أصلا أول ما بتحطيه على البشرة هو بيبقى عامل زي المية كده، مية كده صفرة، مش بيضة شوية يعني، هي خفيفة كده بس بتشد، يعني لما تتحط شوية بتلاقيها شدت البشرة وبيخليها ناعمة وصحية. طيب انا بقى لو شربت كوباية من منقوع لبان الذكر، بيقوي جهاز المناعة، مضر للبول، بيحسن صحة المفاصل بشكل فظيع، الدكاترة بتوصفه، التخلص من السموم الموجودة في الجسم، علاج الامراض الوحشة، اللهم احفظنا جميعا يعني يا رب، بركة الايام المفترجة اللي احنا فيها دي، بيخفف من الحمى والصداع، الناس اللي عندها حساسية صدر والتهاب في الشعب الهوائية، مفيد جدا جدا جدا. وطريقته زي ما احنا قلنا سهله جدا. بجيب لبان ذكر، انا باخد معلقه واحده من دولت، معلقه، وبعدين اقوم حطاها في كوبايه ميه واغطيها للصبح بس كده، واخده الصبح اقوم شرباه. حاجه رائعه جدا جدا جدا، حبيت افيدكم بالوصفه. يا ريت لو اول مره تتفرجوا علينا تشتركوا معانا في القناه، وصفاتنا كلها طبيعيه، واللي ليه اي حاجه او اي استفسار يسيبها لي في الكومنت. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.